أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. هي عودة جديدة وأولى فقراتنا بتأكيد رحيل الكابلي، وهي الذكرى الأولى لرحيل ولي الرحمة والمغفرة هذا الرجل الكبير والعظيم اللي أثر الساحة الفنية والسودانية بالكثير من الأغنيات الراسخة في أذهاننا إلى اليوم. في هذه الفقرة نتحاور في مسيرة حياته، نتحاور عن المواقف والأغنيات اللي كثيرة جدا. يمكن الوقت ما يسمح لنا إنه نحن ناخذ مجال كبير يعني جود بإنه نحن نتحدث عنه، ولكن حنحاول إنه نحن نغطي فعلا بسيط. الكابلي الفخيم، الكابلي يعني مجرد ما تسمع اسم الكابلي بتجيك يعني كمية من المشاعر، وبتجي كمية من العبارات الفخيمة والراقية. كابلي وطن، كابلي الذهب لا يصدأ. ونسعد في هذه السانحة أنه يكون معنا السيد الأستاذ صلاح الباشا. أهلا وسهلا بك. وأنا ما حسأل، بس أنا حقول الكابلي كده عنوان عريض عشان أنت طوالي تتكلم عنه. السلام عليكم، بارك الله فيكم الاثنين. و يعني سبحان الله الزمن عدى سريع وجاءت الذكرى الأولى لرحيله. فوالله الكابلي يعني لا يمكن نسيان دوره في الحياة الاجتماعية السودانية، دعك عن الفن والغناء والأدب، لأنه ناس كثيرين جدا لعشرات السنوات تربوا على ثقافة الكابلي وأدواره الاجتماعية والفنية، لأنه وضع بصمة لن تنمحي من خارطة الغناء السوداني ومن الفنون والثقافة السودانية. فكابلي شكل الوجدان، فعلا شكل الوجدان السوداني لدرجة رفيعة جدا يعني. نعم. فالناس دائما يعني بيترحموا عليه وبيذكروا أدواره بالخير الكثير في مجال الفن السوداني. أغنياته فيها الكثير من المضامين المختلفة بنتلمسها، سواء كانت عن المدن، عن الوطن، عن المرأة. هي ما كانت يعني كانت دائما هي الداعمة يعني. أيوة والله الكابلي طبعا في أغنياته حتى اللي ما كتبه هو كتبه شعراء تانين بتناول قضايا اجتماعية. أنا أذكر زمان في الإذاعة الثانية بدري، يعني يمكن قبل التلفزيون، كان في برنامج اسمه المرأة أو المرأة، بيجي بعد الفطور بالنهار، برنامج تثقيفي. فالكابلي كان عنده أغنية الإذاعة بتجيبها كشعار للبرنامج ده، قصيدة كتبها الشاعر الراحل صديق مدثر اللي هو كتب لكابلي بعدين ضني الوعد، الأغنية المشهورة يعني. ف اللي بيقول فيها: أي صوت زار بالأمس خيالي، أمس خيالي، المهم بيقول إنه صوتي أنا، دي عن صوت المرأة. فدي من القصائد القوية جدا اللي راسخة في أذهان الناس. وكابلي كان بيغنيها ومعاه كورال بتاع بنات بيأدوا معاه مقاطع كثيرة في الأغنية دي. أما عن المدن، يعني كابلي لما يجذب منظر أو مشاهد معينة في مدينة معينة طوالي بيجوا إلهام القصيدة. يعني هو زمان كان موظف في القضائية وكان في مروي سنوات طويلة محاكم مروي، ويتنقل منه كتب: فيك يا مروي شفت كل جديد، شفت فيك عيون سرحوية كده يعني. مرة كان عنده حفل في كسلة، في كسلة كان في مأمور مركز اللي هو زي المعتمد أو زي الضابط الإداري، شاعر معروف وشاعر قوي وجميل توفى، اسمه توفيق صالح جبريل من النورمان، الحته بتاعته مزار القلعة. فكان شاب منه القصيده بتاعت اللي بيقول فيها: نضر هذاك الساقي انه محيقي حل وساقي، فتراءى الجمال مزدوج الاشراقي يشجي معدد الافاق. يا سلام. نعم. يا سلام. سويا نتابع من الكنترول ماده ونرجع نعاود الحديث مره ثانيه. صلاح الكابلي رجل راقي يعني، والرقي ما بس في الهندام، حتى في اختيار العبارات والتعامل مع الآخرين، خصوصا في مجال فيه والمنافسة عالية جدا. فنتكلم عن في الجانب ده التعامل مع الفنانين والله أغنيات. يعني الأستاذ الكابلي يعني دائما بمجد الرواد اللي قبله في الفن السوداني للدرجة، لأنه بيغنوا غناهم يعني.
يعني عمل 2 ألبومات كاسيت عن سماها أميرة العود عن حسن عطية بعد وفاته، وعملت يعني رواج. كان برضو الكابلي وهو حكى لي، قال لي أنا من أكثر كلمات الشعر السوداني في الغناء السوداني الجميلة اللي كتبها الشاعر الراحل والملحن محمد عوضة كريم الغرشي اللي هو شاعر وملحن عثمان الشفيع. كل غناء الشفيع ما ندر من ود الغرشي، فكان بيغني غناء الشفيع ده في كثير من السهرات، يعني الذكريات، الحالم سبانا، عشقت من نظرة، ده كله غناء الشفيع كان بيغنيه الكابلي. الكابلي عنده ميزة كمان، لما يعمل أغنية وتعجب فنان الكابلي ادياله ما بغنيها تاني، خلاص اداله خلاص. في ناس بيدوا بعض الأغاني وبعدين هم ذاتهم بيرددوها. أيوه. تحصل زي ازدواجية، يعني شوفي زي زاهية مثلا، الكابلي قبل ما يخش الإذاعة كان بيغني زاهية دي لأصحاب، واحد صاحبه قال له اديها أبو داود، ده مش اديها أبو داود. الكابلي ما غناه إلا بعد رحيل أبو داود. فده يعني ده نوع من مش أقول فالنوع من احترام الكلمة بتاعته ذاتها. أيوة. لما يدي حاجة لزول ما بيرددها تاني يعني. طيب لو تاني من الشعراء اللي تعاون معاهم غير اللي انت ذكرتهم، يعني خاصة انه هو عنده تجارب مختلفة مع التلحين وكتابة الشعر. أيوة والله الكابلي يتعاون مع شعراء. في قصة طريفة جدا انا حكى لي استاذنا واخونا الكبير اسحاق الحلنجي. حلنجي كان في المنوعات في الاذاعة زمان او في التلفزيون ما اعرف كموظف يعني. قال لي في حسن محمد علي او حسن محمد الله يرحمه كان مدير البرامج، قال لي الحلنجي طبعا مشهور بغنى وردي كان وبعدين البلابل. قال لي شوف يا حلنجي ما تقول لي وردي واعز الناس، انت اذا ما غنى لك الكابل ده انت ما شاعر، بهاظر معاه يعني. قال لي خشيت في تحدي، عملت اغنيه اديت الكابلي، بعد اسبوع لقيتها في الاذاعه بتذاع يعني اجهزه اللي هي بتقول لها اسمها شربات الفرح، بيقول فيها عقبال بيك نفرح يا زينه، نشرب شرباتك يا زينة ونوقد شمعاتك يا زينة، يتلموا هناك كل الحبان في الساحة يغنوا غناوينا، والغيمة تزل كل الحارة وما عارف إحساس مكتوب فينا، والحي العايش قصتنا، يعني إلى آخر الأغنية. فدي من أغاني الكابلي الجميلة اللي غناها ممكن قبل 50 سنة بالضبط 1972. يعني وقتها إحنا طلبة في الجامعة كنا بنرددها في حفلاتنا في كده. دي الأغنية اللي أداها حلنجي للكابلي. في اخرياته ادى لتجان حاج موسى اداه ونص في عز الليل، دي من الاغاني الجميله عن كابلي. حصل انه النور الجيلاني ربنا يديه العافيه قال لتجان يا اخي انا بغنيها بلحن ثاني، قال لي جدا بس نشاور الاستاذ الكابلي، قال لي يا استاذ كابلي يا اخي النور الجيلاني عايز اغني الاغنيه، قال لي خليه يغنيها على قال يكون في نوعين من الاداء لقصيده واحده التواضع. شوف الراي ده رفيع كيف. نعم خالص يقول لا والله سؤال اسف خلاص انتهى. فبغنوها الاثنين يعني ده بلحن وده بلحن. رفعته برفعه وطن الكابلي والوطن. نعم. وتمجيد الشعب ايضا في اغنيات، يا ريت نتحدث في الجانب ده. هو الكابلي ما بميل شديد للسياسه يعني، لكن انفعل بثورة 21 أكتوبر 1964 مشهورة دي اللي كان فيها الشهيد الغرشي، يعني ثورة مشهورة في تاريخ الثورات السودانية يعني. في الفنانين غنوا للثورة يعني، وردي محمد اللمين وأصبح الصبح وأكتوبر 21 وعود غنى صلاح مصطفى عربي ده الله يطرحه بالخير من صغار محمد عبد الله عربي. قال لي كابلي يا أخي ما تعمل نشيد للثورة؟ قال لك ما عندي قصيدة. قال بيجيب لك قصيدة. مشى للشاعر السفير عبد المجيد حاج الأمين رحمة الله عليه، كتب له قصيدة اسمها طريق الجامعة، وعربي بدأ يلحن فيها براو. جاء لكابلي مسكوا اللحن، كابلي تم المزال وسجلت اللي هي هبة الخرطوم في جنح الدجا، هبة الخرطوم في جنح الدجا ضمدت بالعزم هاتيك الجراح، وقفت للفجر حتى طلع مشرق الجبهة مخضوب الجناح، والتقينا في طريق الجامعة مشهدا يا موطني مع الرعاة، لأنه كان الثورة في شارع الجامعة ده بتاعت الطلاب وكده. ده النشيد اللي هو عمله كابلي للشعب السوداني. لكن أبو آمن حامد كان يحب جمال عبد الناصر جدا، راح جمال عبد الناصر، فلما زار عبد الناصر السودان سنة 67 بعد حرب إسرائيل مع مصر، وكان السودان عمل مؤتمر القمة العربي مؤتمر اللاءات الثلاثة عشان يشد من أزر
الدول العربية وتمتص آثار الهزيمة يعني. وكده كان رئيس مجلس السيادة الزعيم إسماعيل أسري ورئيس الوزراء أحمد أحمد محجوب. ده في التاريخ السياسي موجودين ديل وعندهم دور كبير جدا في احتواء الصراع العربي. فقام أبو أمن حامد كتب أدى لكابلي اللي هي اسمها جمال العربي، والتغت نهضتنا بالعربي يوم صافحنا جمال العربي. أنت يا ناصر في أرضي هنا لست بالضيف ولا المغترب. برضو كانت عاملة الرواج وقتها يعني. وعلى سبيل الذكر أبو أمن الله يرحمه كان رأي ظريف ورأي الفكاهي يعني. مرة هو كان في الشرطة بعدين انتدبوه مستشار صحافي لسفارة السودان في القاهرة في بداية السبعينات. هناك أنجبوا له ولد خير سماه جمال عبد الناصر حسين خليل، اسم كامل حتى الجد الرابع. فالجرائد المصرية جابته وقالوا عبد الناصر ناداه وشكره قال له ازاي يا ابو امنه يعني مش كفايه جمال؟ ايه كده يا طويله؟ قال له والله لانه ما عرفتش الجد الخامس لسيادتك. يعني شوف راي اجاباته ظريفه حتى الله يرحمهم الاثنين عبد الناصر وابو امنه والكابلي. طيب لو تنقلنا لغنى الحقيبه، هل كان من معجبي ومحبي لاغنيات الحقيبه ومن مرددينها كمان؟ نعم والله من سنوات مبكره طلع غنى بتاع حقيبه ما كان مندثر. لما دخل الاوركسترا انتشر لغايه قريب ده يعني اجهزه بتبثه وهو ذاته غنى كثير. فهو بدا باغنيه الخليل تم دور الدور عم نور وشال فات الحر نور زي بدر التمام. وبعدين دخل خلف توفى سنة 1902 قبل أحياء غناه في الستينات. وغناه برضه بتاعت عارف قدم المفارق يا محط آمال السلام اللي بيقول فيها من علي البروف للمشارق من فتح للخور للمغالق قدل يا مولاي حافي حالك بالشريق بالطريق الشاقي الترام. زمان ما كان في بصات، كان الترماج من بروف بيجي بالموردة وباند حد ما يمشي الخرطوم، كان وسيلة منها. نعم وصلتها الاساسيه هي الترام الترماج يعني بالبلد. برضه غنى اغنيه لكروما دمعه الشوك كبي دي برضه كابلي يعني بالمزيكا واغنيه بتاعت استماع جميله جدا جدا. فما احمل الحقيبه يعني. الجمال ده كله مش مفترض يكون في كتاب توثيقي كابلي الحياه او كابلي الوطن؟ والله الفكره فيها سؤال اخير يعني. والله الفكره فيها ان شاء الله ربنا يدينا عمر ووقت نبدا لهذه القامه الابداعيه الكبيره نعمل لها حتى زي ما قلنا كتاب كتيب يعني. ايوه ونشوف جهه جاده تتولى الرعايه رعايته وطبعه وكده يعني إن شاء الله. في البال والله يعني رايل احنا ما ننسى ادواره يعني السفير الدكتور عبد الكريم الكابلي يعني. ان شاء الله. شكرا لك دكتور صلاح الباشا، شكرا للحديث الجميل والثري جدا يعني. لو الكابلي له الرحمه والمغفره باذن الله يعني، رجل ماهين وما سهل قدم الكثير جدا. مشاهدينا إلى الكنترول.
لو تزداد